الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من وطئ الثرى محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما أمر الله عز وجل بذلك عباده، فقال عز من قائل سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو اختلاط الأمور وكثرة القتل وعدم استبانة الحق من الباطل. يقول صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهجرة إليه صلى الله عليه وسلم أجرها عند الله تبارك وتعالى عظيم، حتى أن الله تعالى فرق بين المتصدقين قبل الهجرة وبين المتصدقين بعد الهجرة، فقال عز وجل: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لأن فتح مكة كان العلامة الفارقة، كان الحد الزمني الفارق بين الهجرة، فانتهت الهجرة من مكة إلى المدينة بفتح مكة لأنها صارت دار إسلام. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة أي لا هجرة من مكة، لأن مكة كانوا يهاجرون منها لأنها كانت بلد كفر قبل فتحها، كان المشركون يسيطرون عليها، فلما فتحت انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت بلد إسلام فيعيش الناس فيها لأنها بلاد إسلام، وبقيت الهجرة الأخرى العامة، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في كل زمان ومكان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ في الحديث الآخر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل.
والعياذ بالله. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قتل بلا حق، بغير حق، بل وبلا هدف. لا يدري، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يقول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في مثل هذه الحالة والتي يعيشها المسلمون اليوم في كثير من بقاع الأرض، كثر اليوم القتل بين المسلمين وفي المسلمين، كثر القتل جدا لا تكاد تخلو وكالات الأنباء وأخبار الصحف والإذاعات العالمية والمحلية، لا تخلو: قتل كذا وكذا في مكان كذا وكذا، وقتل كذا وكذا في مكان كذا وكذا، وقتل كذا وكذا في مكان كذا وكذا. قتلى في اليمن، وقتلى في الصومال، وقتلى في الشام، وقتلى في العراق، وقتلى في أفريقيا الوسطى، وقتلى في أفغانستان، وفي الشيشان، وفي الفلبين، وفي شرق الصين، وفي جنوب الصين، وفي جنوب السودان، وغيرها من بلدان العالم. حالة هرج يعيشها العالم، حالة من الهرج يعيشها العالم. قتل أحيانا على الهوية، وقتل بلا روية. فيرشد النبي، فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقفنا في مثل هذه الأحوال، يرشدنا إلى النور الذي تنفتح به البصائر، وإلى الجلاء الذي يجلو القلوب ويزيل ما بها من أدران تحول بين العبد وبين معرفة الحق. ولأن قليل من الناس يتفطن إلى هذا الأمر في زمن الهرج، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأنه في زمن الهرج ينشغل أكثر الناس بالهرج، بالتحليلات وتناقل الأخبار ومتابعة الأحداث لحظة بلحظة وساعة بساعة ودقيقة بدقيقة. وتضيع الأوقات والأعمار في ذلك، وربما صار طرفا من هذا الهرج من غير أن يشعر. فيرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأهم: عبادة في الهرج. إذا انشغل الناس في الهرج بالهرج، سواء انشغلوا بالقتل أو بتناقل أخباره وتحليل أحداثه ومتابعة تسلسلاته، انشغل أنت بعبادة الله عز وجل. لأن العبادة خير ما شغل به العبد وقته، ولأن الهرج فتنة لا تنكشف إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إليه. ولأن الهرج فتنة لا يتبين حقيقتها ويستبين وجهها إلا بالاستهداء بالله تبارك وتعالى. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله ويهديك الله إذا انشغلت بعبادته، إذا انشغل الناس بمتابعة القنوات الإخبارية. هناك فتنة في عالم الناس اليوم اسمها فتنة متابعة الأخبار،
لا يعني ذلك أن لا ننشغل بأخبار إخواننا المسلمين، لكن الموجود اليوم هي حالة غرق في متابعة الأخبار، حالة غلو زائد في متابعة الأخبار وتتبع الأحداث، مع أن أصل الخبر لا يزيد عن سطر، وباقي الوقت تحليلات، وباقي الوقت تحليلات، محلل عسكري ومحلل سياسي وخبير في الجماعات الإسلامية وخبير في الأقليات المستضعفة وخبير في كذا وخبير في كذا، ينقضي اليوم ولم ينشغل لسانه بتسبيح الله تبارك وتعالى، ينقضي اليوم وقد أدخل الصلوات في الصلوات وهو يتابع في الأخبار والإذاعات، ينتهي اليوم ولم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصلاة النافلة، ينقضي اليوم ولم يتصدق بشيء من الصدقات ولو بالقليل من أمواله، ينقضي اليوم ولم يعد مريضا، ينقضي اليوم وليس له من الأعمال الصالحات كبير شيء، حتى فرائضه أضاع من أوقاتها ومن حسن أدائها ما أضاع، بل وحتى أسرته حرمت من حضوره الذهني، ربما يكون بين أسرته ببدنه لكنه بعيد عن أسرته بذهنه وفكره، هو مشتت يعيش حالة وهم اسمها متابعة الأخبار، يقلب الإذاعات من قناة إخبارية إلى قناة إخبارية، ومن صحيفة إلى صحيفة، ومن إذاعة إلى إذاعة، ينتهي اليوم لا هو بالذي أفاد أسرته ولا هو بالذي أفاد أمته ولا هو بالذي أفاد نفسه، وليس له في هذه الأحداث من الأمر شيء، مجرد متابع، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود، ليس له في هذه الأحداث رأي مؤثر ولا قرار ولا منع ولا تحقيق، هو مجرد متابع خلف الشاشات ومن وراء الإذاعات والتلفزات والإذاعات، شأنه شأن الملايين الذين تضيع أعمارهم سدى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، لأنه في حالة الهرج ينشغل الرأي العالمي والمحلي بالهرج، يصير ذلك حديث المجالس، فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير من ذلك، الخبر عرفناه خبر صغير، قتل كذا وكذا في مكان كذا وكذا، علمنا الخبر، فما لنا وما وراء ذلك؟ وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى من قبل في كتابه أن هذه الأمة مستهدفة، وأن قتال الكفار للمسلمين لن ينقطع إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يزالون، فهذا الأمر مستمر دائم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر العظيم الهام، والذي به نلقى ربنا، والذي به صلاح دنيانا وصلاح ديننا وصلاح آخرتنا، العبادة على شتى أنواعها من صلاة وصيام وذكر ودعاء. لو انشغلنا في فترة متابعتنا لهذه الأحداث والأخبار والتحليلات، لو رفعنا أيدينا ربع هذا الوقت داعين الله تبارك وتعالى، لكان هذا أعظم في نصرنا لإخواننا المسلمين والمستضعفين في المشارق والمغارب من مجرد متابعة التحليلات الصحفية والإخبارية والسياسية.
ولأن هذه العبادة خير زاد يتزود به العبد في مواجهة الفتن والصعاب والمشاق، هذه العبادة خير زاد يتزود به العبد لإكمال مسيرة حياته حتى يلقى ربه. إذا فرغت من أمر دنياك فانشغل بأمر أخراك. قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من ماذا يفرغ؟ كان صلى الله عليه وسلم إمام المدينة وقائدها وسيدها، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كان هو المسؤول الأول في المدينة، هو الذي يجيش الجيوش ويبعث البعوث، وهو الذي يتولى القضاء بين المتخاصمين، وهو الذي يتولى متابعة الشؤون الأمنية داخل المدينة النبوية، وهو الذي يتولى قسمة الصدقات وتوزيع الزكوات ويتولى جمعها صلوات ربي عليه وصلوات ربي وتسليماته عليه، وله 9 من النسوة في نفس الوقت يدبر شؤونهن ويقضي أمورهن ويطوف عليهن ويمر بمجالس الأصحاب ويتابع مؤامرات المنافقين في الداخل والدسائس. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ومع ذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم مشغول بهذه التدابير العظيمة في سياسة أمر المدينة، قال له ربه تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا وهو سيد ولد آدم، فنحن أحوج إلى أن ننصب للعبادة لله تبارك وتعالى، وأن نرغب إلى الله تبارك وتعالى ذكرا ودعاء، لأن هذا من أعظم أسباب الثبات في مواجهة الفتن، ومن أعظم أسباب الإعانة على قضاء أمور الدين والدنيا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وإنما قال الله عز وجل لرسوله: فإذا فرغت فانصب، لأن الإنسان في تدبيره لأمور دنياه وحياته يفقد كثيرا من الإيمان، ومعلوم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وينقص بقلة العبادات وينقص بالتوسع في المباحات. فإذا انشغل العبد بأمر دنياه، كسبه ومعاشه وبيته وحياته، نقص من إيمانه ما نقص، فالإيمان لا يبقى على حالة ثابتة، هذا الإيمان متأرجح زيادة ونقصانا، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد حتى يشرق القلب، وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه في القلب إلا مثقال الذرة، كما يقول الله تعالى يوم القيامة لملائكته: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فينقص الإيمان إلى أن يبقى منه مثقال ذرة، ويزيد حتى يمتلئ القلب بالإيمان ويشرق بالإيمان. فالعبد في حياته ينقص إيمانه، كلما ابتعد وقل رصيده من العبادات يزداد الفاقد. فهذا الإيمان كالبطارية، كالبطارية كلما تركتها بلا تغذية نقصت شحنتها،
تنقص وتنقص وتنقص حتى تصبح هذه البطارية عديمة الشحنة تماما. كذلك هذا الإيمان إذا لم تغذه بالعبادات والطاعات هذا القلب ينقص الإيمان وينقص وينقص حتى تجد نفسك لا تتأثر بسماع كلام الله. وإذا قرئ عليك القرآن لا تدمع عينك ولا يخشع قلبك ولا تتأثر جوارحك ولا يلين جلدك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ينبغي أن تلين الجلود وأن تلين القلوب إلى ذكر الله إلى كتاب الله. فإذا قل رصيد العبد من الإيمان صار من الصنف الذين قال الله تعالى فيهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا قرئ عليه القرآن قلبه أصم أعمى، والعمى عمى القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا كان انشغالنا في حالة الهرج بالأخبار والقصص التي شيء كثير منها كذب وشيء منها صدق ولا يعنينا من هذا كله إلا أصل الخبر قتل كذا، فنسأل الله تعالى أن يتقبل المقتولين ظلما وأن ينتقم من الظالمين. هذا حدود ما يتعلق بنا في هذه الأخبار المتداولة، أن نعرف أصل الخبر بعيدا عن هذه التحليلات كلها الموجودة والتي هي إفراغ للأعمار وإضاعة بل قتل للأوقات فيما لا قائل من ورائه. فهذه نصيحة لي ولكم عباد الله، أن لا يقل نصيبنا من عبادة الله خاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتنة وكثرت فيها الفتن وكثر فيها الهرج وكثر فيها القتل، أن ننشغل بعبادة الله تبارك وتعالى أكثر من انشغالنا بمتابعة الأخبار والصحف والإذاعات والمحليات والتحليلات، أن ينشغل بهذه العبادة التي هي خير الزاد والتي هي النور الحقيقي الذي يضيء لنا الطريق وسط هذه الظلمات والبحور المتلاطمة بعضها فوق بعض. هذا هو الطريق، هو الهداية العظيمة، عبادة الله تبارك وتعالى على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك يزداد إيماننا، بذلك تثبت أقدامنا، بذلك تقوى قلوبنا، بذلك يرضى عنا ربنا، بذلك يتميز لنا الحق من الباطل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يتولانا برحمته. اللهم أشغلنا بطاعتك، اللهم أشغلنا بطاعتك، واعمر أوقاتنا بذكرك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انتصر للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في المشارق والمغارب، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا وظهيرا. اللهم عليك بكل جبار عنيد، اللهم عليك بكل قتال مريد. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم انصر من في، اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد، وانشر رحمتك بين العباد يا من له الأولى وإليه المعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.